بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا فضلنا عملنا كل العمليات، فضلنا جملة الأبديت بس عشان يبقى خلصنا كل إن شاء الله كل العمليات الأساسية مع الداتابيز. جملة الأبديت ستيتمنتس عشان أقدر أعدل البيانات موجودة بتاعت ويمكن عندي عايز أعدل أي تعديل. فباكج نفس الباكج الماي سكيل وير وأبدأ في الفانكشن بتاعت الأبديت إمبلي. بعمل فانكشن هسميها أبديت إمبلي، يعدل لي بيانات الايه الموظف. طبعا لازم تبعت لي الاي دي بتاع الموظف، تمام؟ لا هنا الابديت انت عايز تبعت لي كل بيانات الموظف اللي هي متعدله بقى، اللي هي الاي دي والنيم والمش عارف ايه كله. فهستغل الداتا كلاس اللي كنا عاملينه بتاع الام، بدل عشان اشغلها باسلوب مختلف عن الانسيرت. طبعا ممكن تعملها بنفس الاسلوب الانسيرت، تبعت الاي دي النيم المش عارف ايه مش عارف ايه واحده واحده. لا انا هقول له ابعت لي الايه الامبلي داتا كلاس كلها هي انبوت واحد، ابعت لي الامبلي وانا هرد عليك بوليان ترو اور فولس. اول امر كونكشن تو ماي سيكوال، افتح الكونكشن الاس كيو ال بتاعتي ابديت امبلي، عايز اعدل بيانات الامبلي. سيت عايزك تخلي النيم بيساوي اللي انا هقول لك عليه، الجندر بيساوي اللي انا هقول لك عليه، فاهمين الفكره؟ الايميل بيساوي اللي انا هقول لك عليه وهكذا، وامشي وامشي لغايه كل البيانات اللي انا عايز اعدلها. كده كوما، كده في ناقصه كوما بعد الجندر، تمام؟ طبعا خدوا بالكم ان هنا الكوتلين او الجافا او كل ده ما بيقدرش يقيم الجمله دي لان دي سترنج، بتحصل لها تقييم اثناء الران تايم. خدوا بالكم من القصه دي يعني، فلو في ايرور هيبان معاكم وانت في الران تايم، مش هنا لو نص كوز او بيساوي او بتاع مش هيفرق هنا معاهم، مش هيحس. فلو قلت له خلاص النيم كذا، الجندر كذا، الايميل كذا، السالري كذا، وير البلي اي دي بيساوي كذا بشرط، والا هيعدل كله. فانا لازم الكونديشن لما تلاقي الاي دي دوت نفس الاي دي هتعدل لي بقى النيم زي النيم والجندر الحاجات البيانات الجديده. طيب يبقى احنا مش هنعدل ابدا البلي اي دي، لان احنا بنعدل بدلاله الاي دي اللي هو البرايمري كي بتاعنا. فدول كونكشن دو بريبير ستيتمنت. بريبير ستيتمنت قال لي اديني الاس كيو ال، قلت له قبل جمله الاس كيو ال عايزك تبريبرها تجهزها لي وابعت لك البارامترز بقى. قلت له اول حاجه البارامترز بتاعتي، اول حاجه ست سترينج اللي هو بتاع النيم، بالك ده النيم هنا المره دي جاي اول بارامتر، فدي له واحد اللي هو الام دوت نيم. يعني انا ماشي بالترتيب هنا في بتاع الجمله مش ترتيب الكولومز اللي في الداتابيز، ها. فقلت له سيت دوت ست سترينج، قمت واخد منه النيم وبيست بيست بيست كده اللي هو الجندر والايميل والسالري والامبلوي اي دي والكلام ده كله، ونعدل ما يلزم. رقم اثنين هيبقى بالنسبه لي الجندر، فياخد النيم ويحطه جوه النيم، النيم الجديد يحطه جوه النيم، والجندر الجديد يحطه جوه الجندر، الايميل الجديد يحطه جوه الايميل، السالري يحطه جوه السالري الجديد يحطه جوه السالري في اللي بعده كده. دول الاربعه، فاضل لي اخر واحد الخمسه اللي هو بقى وير ان بلي اي دي بيساوي كذا. طبعا السالري هنا يبقى سيت دبل. توقع لي اخر واحد اللي هو سيت انت بقى، وهنا بقى هبعت له ليه امبلييد رقم خمسه، ده البارامتر اندكس او بارامتر نمبر الامبلي دوت ايه دوت اي دي، تمام كده. انا بعت كل القيم للستمنت بتاعتي كده، جمله اتجهزت بريبيرد خلاص. تعال بقى ايه ننفذها، مفيش مشكله عندي ان انا انفذها قبل ما اعمل كلوز للكونكشن بتاع الماي سيكول. هعمل برضو فاريبل سميته فاليد وده ايكوال. طبعا جمله الابديت المفروض تبقى ابديت 1 ريكورد، لان انا عاملها بوير على البرايمري كي، فما تنفعش تنفذ غير ايه تعدل حاجه واحده. لو عامل وير وعلى فيلد عام متشابه كان ممكن تعمل اكتر من ريكورد. فقلت له خلاص الستمنت دوت اكزكيوت ابديت بيساوي، لو كان بيساوي واحد معناه انه عدل في سجل واحد هيبقى فاليد، ففي الاخر هطلع لك ايه هيرتن ليك هو فاليد ولا ما هوش فاليد. لو انت عايز تشوف جمله الاس كيو ال بتاعتك بما اني كنت ناسي كوما، ممكن تقول statement dot to string، دي هتطبع لك بقى جملة الجملة بتاعت ال SQL بتاعتك بعد ما حط فيها الايه البارامترز. فالجملة بقى النهائية اللي هي كما يقول الكتاب، المفترض لو انت اخدتها ورميتها جوه الداتابيز المفروض تشتغل معاك كويس، عشان لو انت في ايرور عندك يا ريت تستخدم الكلمة دي، لانك هتلاقي تقريبا ممكن تكون غلطان في جملة ال SQL او شيء، فدي هتبقى مسهلة ليك انك تكتشف الايرور لو في بعد الشر يعني. السلام عليكم.